تو فيهم المرتاح، المرتاح الموحد يا غنى. اما ذاك مجهجه ال99 الف القلعه راقدين. بعدين ذاته ما بيكون ضامن الالهه الباطله بتاعته، ما في ضمان، ضمان ما في. انت عارف في مره عندها مقطع جايبينه منتشر في اليوتيوب، واقفلها قدام علم بيان بتنادي في واحد اسمه الفكي علي، قالت يا جدي الفكي علي ويا جدي الفكي علي، ها؟ قالت يا جدي الفكي علي بل ما يشق بطنه من العملية، قالت بلك كان شق بطنه من العملية أنا تاني ما بنهمك، ما بنهمك يعني ما بناديك، معناتها هي أصلا ما واثقة في جدها الفكي علي، مش كده والله؟ يعني زي زول يقول لك والله لو ما عملت لي الشغلة دي أنا تاني ما بدخل معاك في برنامج، معناتها هو أصلا ما واثق فيك. فده المشرك بيكون حاله كده اصلا، الشيخ ده ما واثق فيه وداك ما واثق فيه ودا ما واثق فيه، اموره ملخبطه واموره مجهجه، وده من مساوي الشرك بالله تبارك وتعالى. عشان كده نحن هنا في الحلقه ما دايرين امورك تجهجه، دايرين علاقتك تكون مع واحد لا ثانيه له، الله عز وجل. الشغل ده ظريف ولا ما ظريف؟ ظريف جدا. والواحد اللي نحن دايرينك تكون معاه وبس، ده بيقضي لك امورك كلها، ما في وجهجه، بيقضي لك امورك كلها. ربنا سبحانه وتعالى لو لجأت له في مرض بيشفيك، لو لجأت له في فقر بيغنيك، لو لجأت له في اي شيء من امورك لجأت لربنا، ربنا بيكفيك. الله قال أليس الله بكاف عباده؟ الجواب بلى، الله عز وجل كافي، كافي عباده. ربنا قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، تبارك وتعالى. دي النقطة الأولى. نرجع للقاعدة، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على مشركين متفرقين في عباداته، وده طبعا زي ما قلنا من مساوي الشرك، كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يوسف عليه السلام، قال لصاحبيه في السجن، قال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا طول أحسن، أسياد كتار ولا الله واحد قهار تبارك وتعالى. فمنهم من كان يعبد الحجر والشجر وغير ذلك زي ما حنذكر. الدليل على الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ أتحداك، أتحداك تفسر للناس الآية دي، وانت عارف الآية دي ما بتقدر تفسيرها. الجمال الشد شيوخ الطرق أمشي ودي لهم الآية دي كلهم فسروا لنا الآية دي، نحن ما بنفهم بس انتوا فسروها علينا. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى؟ لما توديها لهم بيقول لك طبعا هؤلاء أصنام وأحجار، وهذا هو الشرك لأنهم كانوا يعبدون الأحجار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. نستقبل السائل الذي بعده. ما بيفصل لك في الشغلة، ولا بيجيب لك كتب التفاسير، ولا بيجيب لك أقوال السلف في الآية. ربنا قال فرأيتم، أول حاجة ده استفهام، استفهام للمشركين. الله قال لهم أفرأيتم، ده استفهام استنكاري. وأنا دار أديك معلومة قبل ما أدخل في باقي التفاصيل، أصلا لا يمكن مشرك على مدى التاريخ يقول لك أنا مشرك. ثبت المعلومة دي، ما في مشرك بيقول لك انا مشرك ابدا، بيقول لك نحن ما مشركين ونحن ما قاعدين نعبد غير الله. هو المشركين ذاك الاصليين الله حكم عليهم انهم مشركين، ربنا قال بيجي يوم القيامه بيقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، قالوا والله ربنا، ده قسم بالتوكيد، والله ربنا ما كنا، وين في الدنيا يعني، ما كنا زمان في الدنيا ما كنا مشركين. ها طيب كنتوا شنو يعني، كنتوا صحابة؟
ها شكد الله قال انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لانه شغل بتكتم هناك. قالوا احنا ما كنا مشركين. اي صاحب باطل ما بيقول انا على باطل. اليهود والنصارى دل هسي هل في شك في كفرهم؟ في ذول بيشك في كفرهم؟ بل لو شكيت انت في كفرهم تكون انت ذاتك كافر. بعد كله قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. ده اسلوب بتاع حصر. حصر الجنة في اليهود والنصارى بس. يعني لو ما بقيت يهودي ولا بقيت نصراني انت ما بتدخل الجنة ابدا. عرفته؟ بعدين اهل الباطل دائما من خصائصنا السيئة انه بكون صاحب باطل وداري يتمسح له في ذول صاحب حق. والله شكده تلقى جماعة ده يقول لك نحن على منهج السلف ونحن اهل السنة والجماعة. انت كذاب زي اليهود والنصارى. قالوا ابراهيم عليه السلام كان يهودي وكان نصراني. شوف بالله الكذب والافتراء. ربنا قال لو ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الله قال لهم يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده. والتوراة والانجيل نزل من بعد ابراهيم. كيف يكون ابراهيم يهودي ونصراني؟ بل اقول فنرجع لموضوعنا. ربنا قال فرأيتم. ده استفهام استنكاري. بس انا قبل دار اثبت لك لانه عمك ده طوالب كوري. نحن ما مشركين، نحن ما بنعبد غير الله. بالله هو نحن منتظرين انك تقول كده. نحن اصلا عارفين انك بتقول نحن ما مشركين وعارفين انك بتقول ما قاعد نعبد غير الله، لكن برضه ما بنخليك برضه، لان انت لسه الشغله ما وقعت لك. بعد كبر عمرك لسه ما وقعت لك الشغله. ونحن انت ما بتهمنا كثير، نحن بيهمونا المسلمين ديل نفهمون الحاصل. افرايتم اللات والعزى. اللات بالتخفيف اللات اسم صنم كان موجود في مكه، وبالتجديد اللات ده اسم فاعل. كان رجل الشيخ الفوزان قال صالح، رجل صالح كان بيلد السويق. يلد من لتة، يلد يعني يعجن. والسويق نوع من انواع الاطعمه، طعام جيد جدا، فيه سمن وفيه عسل وغيره. انت قال اللات ده كان بيعمل حاجه حرام؟ لا 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 لا، كان زول كويس بالمناسبه. والمشكله ما في الزول الكويس اذا هو ما بيدعو الناس الى الشر. لا لا لا، المشكلة في الناس اللي بيجوا بعديه. اللات كان بياكل الحجاج، ياكلون السويق. لكن اول ما مات الجماعة مشوا عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. ودي الاشكالية اللي بنعاني منها ليوم الليلة. الجماعة اللي بياكلوا الاكل دي اشكالية بنعاني منها ليوم الليلة. معظم الناس اللي عبدوهم الليلة من دون الله مع انهم هم صالحين كانوا بياكلوا الاكل. لأنه أنت عشان تصل للإنسان كما قال القائل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. شوف أنت دار تصل للمجتمع، أقرب شارع للمجتمع الجهاز الهضمي بالمناسبة. شفت المعدة دي؟ ده أقرب شارع إنك تصل به للمجتمع، بالذات إذا كان المجتمع حالته تعبانة. يعني أصلاً إحنا لو جبنا تور ضبحنا هنا في المحل ده أظن عمك ذاته هيجي يقول ما تجيبوا حتة حتة. والله جد، والله لو جبنا تور ضبعنا هنا يجي ينبرج برشا لما تشوف حاجه عجيبه ذاته. فعشان كده الناس زي لما عرفوا انه الشعب مسكين ولو دار تصل له وتصل بالمعده استخدموا اسلوب المعده. ياكلوك ويشربوك وممكن يدوك قروش. ليه؟ عشان في النهايه تمشي تعبدهم من دون الله تبارك وتعالى. وانت ما تبقى ذول مسكين تبيع الدين عشان خاطر بطنك. ما تبيع الدين عشان خاطر بطنك. فالناس زي العبد اللات. الله قال لهم افرايتم اللات والعزى. العزى دي كانت شجره، كانت في الطائف. بعدين كان فيها شيطانه مرا، شيطانه مرا عديل انثى، شيطانه قاعده جوا الشجره. الجماعه لما يجوا ويتكلموا مع شجره الشيطانه بتتكلم معهم من جوا. هم بيفتكروا انه الشجره هي اللي بتتكلم. عشان كده الان ممكن تحصل، ممكن الشغل اللي يحصل الان ممكن واحد يقول لك والله انا خشيت القبه الشيخ نضم معاي. ده ما الشيخ، هو الشيخ ما عنده لسان ينضم معك بشنو؟ لسانه ذاته ما في. لكن قد يكون في شيطان قاعد جوا يتكلم مع الناس بلسان الشيخ.
العزة دي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة رسل لها خالد بن الوليد قطعها النص انتهى منها، تاني ما في حاجة اسمها عزة، قطعها النص. فربنا قال فرأيتم اللات والعزة ومنات، منات دي كانت في ثقيف وكان بيعبدوها الأوس والخزرج. ربنا قال ومنات الثالثة الأخرى، والأسلوب ده العلماء بسموه أسلوب التسفيه، لأنه تسفيه آلهة المشركين هذا واجب من الواجبات، كونك تسفيه آلهة المشركين ده واجب يا ناس، واجب تسفيه آلهة المشركين، وده من أساليب القرآن. شكدا إحنا مرات بنسفيه لك آلهة المشركين، فما تتعجب لما نقول لك زول ده دلوكة وكيس فاضي، ما تتعجب، ده أسلوب بتاع تسفيه، لازم نسفيه لك، لأنه لو ما صغير في قلبك أنت ما بتخلي عبادته، لازم يصغر في قلبك، يبقى صغير زي النملة، لما تديه شلوت تجدعه برا بعدها خلاص قلبك بقى نظيف، بقى قلب سليم. فربنا قال ومنات الثالثة الأخرى، يعني الأسلوب ده نحن ذات ناس بنستخدمه بالمناسبة، يقول لك يا أخي فلان ذاك يا أخي، مش كده؟ لما يكون في ظل ما عاجبه يقول لك فلان ذاك معناته ما عاجبه ولا نافع معه، بس نفس الأسلوب ومنات الثالثة الأخرى ما نافع تسفيه لها. فدال كانوا بيعبدوا هذه الآلهة، منهم من كان يعبد الملائكة، ملائكة عبدوها من دون الله. ربنا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. دال كان بيعبدوا الملائكة مع إنه الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وكان بيعبدوا النبيين مع إنه الأنبياء مكانة عالية عند الله عز وجل، لكن ما بيستحقوا العبادة يا أخوانا، لا الملائكة بتستحق ولا الأنبياء بيستحقوا العبادة. منهم من كان يعبد الكواكب والقمر والشمس، ربنا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ديل كانوا بيعبدوا الشمس والقمر، واحدين كانوا بيعبدوا الكواكب، ربنا قال وأنه هو رب الشعرى، الشعرى كوكب من الكواكب كانوا بيعبدوا، ربنا قال لهم رب الشعرى يعني سيد الشعرى وخالق الشعرى منو؟ الله تبارك وتعالى. فكيف تخلوا رب الشعرى وتعبدوا الشعرى؟ ده معنى الآية كويس. وغير الناس العبدوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، والناس العبدوا عزير عليه الصلاة والسلام، واحدين كان بيعبدوا صالحي الجن، صالحين من الجن، ربنا سبحانه وتعالى قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. واحدين كان بيعبدوا الصالحين من البشر زي العبد اللاتة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قاتل الناس كلهم وما فرق بيناتهم، وده بيرد لك على شبهات القوم الليلة اللي بيقول لك نحن ما عندنا علاقة بعبادة الحجر ولا عندنا علاقة بعبادة الشجر ولا قاعدين نعبد لنا شيخ ولا قاعدين نعبد لنا نبي من الأنبياء. والله طيب انت الشيوخ ديل موضوعك معهم شنو؟ يقول لك ديل صالحين. طيب صالحين ليك انت ولا لي رقبتهم؟ نقدر نعرف صالحين ليك ولا لي رقبتهم؟ نحن اللي بنعرفه من القرآن الله قال من عمل صالحا فلنفسه، يعني ما لغيره، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. طيب لما نجي نحاجك بالأبيات بتاعت الشعر بتاعتك بتمشي منها وين؟ لما نجي نقول لك شيخ الزريبة قال إنا بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل، حتقول لي توسل. أيوة انت جيت واقع براك توسل، مش كده؟ توسل يعني شنو؟ يقول لك نحن الصالحين ديل أيوة بنتوسل بهم لي الله عز وجل. طيب ده ما الشرك ذاته؟ انت قال ده حلاوة ما كنتوش ده ياهو الشيء، ما انت ما فاهم نحن نعمل لك شنو؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، انت ما قادر تفهم،
بيعه الشرك ذاته اللي انت ما قادر تفهمه. وانت لو فهمت الشرك معناته ربنا اراد بك الخير. والله يا اخوانا في ناس ربنا ما بيورث بهم الخير. انت مهما تتكلم ربنا قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. والله نعوذ بالله من الضلال. أكن ربنا جعل على قلبك الأكن وجعل على أذانك على قلبك الغشاوة وعلى أذانك الأكن الغطاء، خلاص أنت تعني ما بتميز بين الحق والباطل. ودي مصيبة يا أخوانا. تاني بعد ده بتكون أعمى، بتكون مغبش، بتشوف الحق باطل، بتشوف الباطل حق. ربنا قال في سورة الأعراف، بالله اسمع الآية دي وتدبرها. ربنا قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. طيب الفريق الثاني ده الحق عليهم الضلالة، ربنا قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. بالله شوف المصيبة دي، ناس بيتخذوا شياطين أولياء من دون الله وشايفين نفسهم هم المهتدين وما في مهتدي غيرهم. عشان كده بقول لك نحن الدين الحق ونحن لا طريق الصح، هو ضال، ضال كبير جدا، ضال كبير جدا، لكن شايف روحه ماشي صح. دي ما مصيبة كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده انت تسأل الله عز وجل تقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. تسأل الله عز وجل الليل والنهار إن يبصرك بالطريق الصح عشان تسلكه، ويبصرك بالطريق الباطل عشان تجتنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين المشركين. لما جاء في غزوة بدر ما قال لهم اسمعوا القاعدين يعبدوا عيسى وينهم؟ انتوا بتعبدوا عيسى مش كده؟ خلاص انتوا وقفوا بجاي. طبعا عيسى كان عند الله وجيها وهو يعني من اولي العزم الخمسه من الرسل، فلانكم انتوا بتتقربوا لله بعيسى نحن ما بنكاتلكم، خليكم بجاي، تعالوا انتوا يا ناس هبل. هل قال لهم كده؟ لا ما قال لهم، كاتلوا شد كلهم. بتعبد شيخ؟ ايوه انت مشرك. بتعبد ملك؟ مشرك. بتعبد شيطان؟ مشرك. بتعبد ميكروفون؟ مشرك. بتعبد شيخ؟ مشرك. بتعبد مرة؟ مشرك. تعبد اي حاجة غير الله عز وجل؟ ايوه انت مشرك، وإلا تكون اصلا انت ما فهم الشرك. عشان كده دي قاعدة عظيمة جدا اصل لها الامام محمد بن عبد الوهاب القاعد يحرك مصارين النازل ويوجع بطون عليه رحمة الله، ونسأل الله ان يحشرنا به في جنة الفردوس الاعلى. عرفتها؟ كتب صغيرون صغيرة، لكن زي ما قال حامد ليتل بوك قال بيعمل لك حرقان، اصله حرقان، اصلا بيعمل لك حرقان، لانه الهضم بتاعه عندك صعب جدا، انت بتلفظه ما بيقعد جوا، بيتغلوا بيجي مارك تاني، لكن لو هضمته انت الشغله بتفهمها تب. فدي قاعده مهمه اخواننا، ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بها واياكم، جزاكم الله خير.